السلام عليكم. أصحانا قبل يومين سجلنا لكم فيديو عرضنا به هذا الكرسي. طبعا التقيت بعض الاتصالات قالوا هذا الكرسي ما ينقعد عليه. فاليوم جيت مع أيضا جروب وكررت التصوير، حتى قلت بأن هذا الكرسي ممكن أن يستخدم للجلوس في مكانات فاخرة، في مطاعم، في فنادق، في صالات يدخلها شخصيات مرموقة. يعني صراحة القعدة هيبة، عندي ذيب من جهة اليسار والذيب الآخر من جهة اليمين، وهنا عندنا سبح أيضا. السبح هذه عبارة عن طبعا هذا ناب ذيب حقيقي، وهذه الأحجار اللي نشوفها أحجار كرة البليار، لعبة البليار، مقطعي وناحتي ومسوي السبحة. يعني تقدر تقعد أنت وضيفك وتسبح بسبح فيها. أنتم مع قرارات السياحة، قرارات إن شاء الله نفتخر وبدون ضروب. اللي يحتاج سياحة، اللي يحتاج شهزات فندقية، بإمكانهم أن يتصل بنا.